شغل كبير جدا وجهد كبير جدا بذلته للقضاء على طوابير العيش والبوتاجاز وانابيب البوتاجاز. بالفعل دلوقتي ما بقاش الحمد لله حد من المواطنين بيعاني في كده، وفي عمليات ضبط الاسعار. وحضرتك قبل كده فندم حذرت ان لو في اي منظومه فساد ان حضرتك بتحاربها. ممكن اعرف فندم من خلال هذه التصريحات والاليه اللي انتم بتعملوا بيها عدد المحاضر اللي حررتوها الخاصه بفساد عمليه القمح؟ اجمالي المحاضر اللي اتحررت، خلي بالك المحاضر اللي اتحررت منين؟ من كل المحاضر اللي اتحررت بتعملها مباحث تموين ومديريات التموين، اجماليها كله بكميه عشان بس يبقى واضح الارقام لا تتجاوز الاربعه تقريبا في الميه من قيمه القمح المورد، يعني ده حجم المشكله، 4% من قيمه القمح المورد، دي ما هياش ارقام اللي بيتم تداولها 50% و60% والكلام ده طبعا مش حقيقي. المحضر فنيا معناه ايه؟ معناه ادعاء بوجود مخالفه. بيروح المحضر ده للنيابة وللقضاء، القضاء بيفصل إذا كان فعلا ده صحيح أو غير صحيح. يبقى إذن الحجم كله إجمالي في حدود 4%، قد يفصل القضاء يقول هما فعلا 4 أو أقل يقول 3 أو 2، وده في عهدة القضاء الآن، وبيتم طبعا التحقيقات وما إلى ذلك. الميزة إن إحنا أصابع الاتهام بتبقى واضحة، يعني ما هياش مسؤولية شائعة، ما إحناش مش عارفين يا ترى مين اللي مسؤول، لأ. وده اللي عبرة بالحكم على أي نظام، إن أنت يا ترى تقدر تلاقي حد تحاسبه ولا لا؟ لا نقدر نلاقي حد نحاسبه، إن عندك لجنة بتستلم بتعمل محضر استلام نوعي وكمي، وبتعمل محضر غلق وأمين عهدة وبيوقعوا على ده، قالوا في 10 في 20 في 30، لما بيجي يتحاسب إذا كان الكمية اللي موجودة أقل فواضح جدا مين المسؤول وبيتم محاسبته.